آخر المستجدات الحاصلة في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس شكلت موضوع اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية بسيدي عبد الله، والتي سعت من خلاله إلى إبراز مختلف الجوانب المتعلقة بهذه التكنولوجيا وحصر بعض العراقيل التي قد تواجه تجسيدها ميدانياً. الملتقى هذا الهدف منه هو نمو كامل المتعاملين في هذا النطاق باش نطرحوا المشاكل المستقبليه. سيكون ما حناش نتكلموا على المشاكل تاع اليوم بولا 5G، من نحضروا النطاق للمستقبل. سيكون نشوفوا واش هي الاستراتيجيه اللي راهم طارحينها ولا مواضعينها هاد المتعاملين هادو، وكيفاش راهم يشوفوا التطوير تاع التكنولوجيات في المستقبل القريب ولا المستقبل المتوسط ان شاء الله. التفكير منذ الان في اعتماد الجيل الخامس سيسمح في نظر الخبراء بتحضير الأطر القانونية الضرورية لتنظيم العمل بهذه التقنيات وتسريع وتيرة نشرها مستقبلا في الجزائر. سي تان بون ديبي باش نخمو واش هما لي سيرفيس اللي نحتاجوهم هنا، واش لو بلوس اللي راح تعطيه لك لا 5 جي بور تال سيكتور اي تال سيكتور. دونك سي بور سا سي تان بون ديبي، باسكو قبل ما تجي لا 5 جي لازم تكون اون ريغولاسيون تاع لا 5 جي، ولازم ديجا بور باش تمد لا ليسونس لازم تروايي لي فريكونس. دونك يفودرا ديجا كومونسي باش بور ايلابوري لي فريكونس ديدي لا 5 جي. ماناش متاخرين حتى في اوروبا، الجيل الخامس مازال ربما العام ولا العام القادم ان شاء الله، ماناش متاخرين على الجيل الخامس. لكن الجيل الخامس حتى ولو كان واحد يحب يبعثوا بعد سنتين او ثلاثه، لازم واحد يبدا يتفكر منه من قبل. وفي انتظار إيجاد حل للترددات التي سيتم اعتمادها لبعث نظام الجيل الخامس، تعمل من جهتها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية على زيادة قدرات شبكات الجيل الثالث والرابع بمنح المزيد من الترددات لمتعاملي الهاتف النقال قصد تحسين جودة خدماتها.